السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتي غران ناسيونال دو تروت اللي غيكون في الايطاب رقم 11 وغيكون الان نو بارتون كينغو دو ريزوار غيكون نو بارتون غادي تنقص عندنا اي نقص عندنا عود وغادي نضيفو عود ربما الاخوان غادي يقدر يبقى الإضافة اللي غتكون كانوا 6 والآن بارتو غادي يدخل معهم اللي شك فيه أنايا هو داك 7 وداك 2 هما اللي بقاو مشكوكين عندي دابا أنا وبقاو 7 ديال الخيل هما اللي كاينين في 14 أخوتي راه ما عنديش 14 اللي عنده 14 غادي يختاروا إذا أخوتي اللي فافوري كيكونوا هما الديفيراج ديال 4 بي 6 13 14 7 5 8 4 6 هما هما اللي يشوفوا اللي غيتقاتلوا على لاكورس. اذا اخوتي التوقع ديالي غاسبار دانجيس رقم 13 توت اوريان اما يربح الراس اما يديس كاليفا دونك تقدر تكون ديك 13 6 جيغلو لوفر. المهم هاد العوده خوت مشكوك عندي السبعة كذلك بين قوسين الإخوان غاليسيا بلا رقم 5 ورقم 8 ورقم 6 لأن المنافس ديال الرقم 14 هو 5 و6 هادو هما المنافسين ديال 14. إذا أخوتي غادي نمشي مع الطوكار يعني 5 غادي ب 13 و6 غادي ب 26 دونك غادي نمشي مع 5 6 وغادي نمشي مع ديك 13 6 وغادي يبقى ليا الويت الاخوان اليكسيس فرا تيبقاو فقط دوك اللي يشوفوا اللي غيبقاو هي 7 جوج هما اللي غاديين يبقاو دونك بالنسبه للفور فان انور رقم 3 العود ماذا بك من شهر 7 ما جراش من شهر 7 ما جراش دونك لا داعي اللي نشوفوا في هذا العود طروال اللي غادي يكون في كولي رقم 15 حتى هو غادي يكون حتى هو تي بريباري 63 باش غادي ماتش ابريفار نشحا واحد الصحافة والديليسي غيبقى هما هادو ديليسي فاست تايم 10 و 11 و 12 والان غادي يكون نو باردون. هذا هو تنظن الكورسة ما تفيزيش عليها ما تلعبوش عليها بزاف بين وبين هذا ما كان. دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.